بتشتغل ازاي جوه ده مش شغلك انت بتحاسب ورقه إيه؟ انت مش شغلك تحاسب ورقه الشغل ازاي امال شغل مين انت شغلك هو لا مش شغلك ولا لك ان انت تشوف رسم الشغل جوه ازاي انت في الاخر خلاص في قرارات لك ان توافق عليها ولك ان تعظم عليها وفي مده يقضيها الرئيس دستوريه في نهايه الدور ده من حقك اللي انت تقول له اسفين يا ريس هنختار واحد غيرك او كان ادائك جيد الرئاسه تحاسب على ادائها ونتائجها مش عن طريق شغلها انت مش ليس لك الحق ان انت تعدي على الرئاسه يشتغل ازاي دكتور كل بلد في كل العالم مفيش حد بالتحديد مفيش بلد في العالم واحد يقول الرئيس يشتغل كده ويشتغل كده ويجيب له ما يجيبش كده بيقولوا له يا فندم وبيقولوا له انت غلط وبيشيلوا الرئيس وفي صحفيين شالوا الرئيس ونكسون شال من صحفي لا 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 مش صحفي شال الرئيس مخالفته للقانون شالت الرئيس